السلام عليكم شباب، ازيكم؟ عاملين معاكم مؤمن وفيديو جديد مبدئيا، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم كلكم. ان شاء الله هنحاول الاسبوع ده او اول اسبوع من رمضان ان احنا نعمل فيديوهاتنا بالعربي كده، نتكلم فيها براحتنا. يعني اول اسبوع ولو قدرنا نكمل رمضان كله يا ريت. هنلعب لعبه ماتش بارز طبعا كالعاده، بس ممكن نلعب معاها شويه لعب يعني. يا ريت تسيبونا في الكومنتات كده على اي لعب ممكن نجربها كده مع بعضينا. وخليني بس نبدأ كده بشوية الكومنتس اللي دايما بتجيلي دايما بتحمسني جدا صراحة. أولهم طبعا محمد أمير اللي هو دايما بيكلمني بصراحة، ومن اخواتي يعني جدا في القناة، يعني دايما متابعني. فخلينا ممكن نفتح كده ماسنجر هنا ونشوف. عمر بصراحة من الناس المحترمة جدا جدا اللي كلمني بيقول لي دايما بقاله اسبوع تقريبا او اسبوع ونص متابعني، فدي حاجه بصراحه فرحتني جدا جدا. الرسائل بتاعته، كميه الحاجات الحلوه اللي في الرسائل دي صراحه شجعتني كده وفرحتني ان في ناس بتتابع وفي ناس بتحب اللعبه. هي في الاول انا بدات اللعبه وكانت لسه يعني مفيش خالص، فحاليا ما شاء الله شعبيتها بتزيد اول باول، فهي فعلا حرفيا اللعبه حلوه جدا جدا بجد يعني. فبشكر اخويا عمر على رسائله الحلوه دي، وشكرا جدا جدا ليك يعني. محمد امير كالعاده طبعا الكومنتس بتاعته او الرسائل بتاعته ما بتبطلش، فبصراحه يعني من اخواتي جدا جدا صراحه. انا بحب ايه اتابع معاهم، بحب ان احنا نتكلم سوا، فصاحبي واخويا حبيبي يعني، ربنا يخليك ليا يا رب. وليد نفس الكلام، ربنا يخليك لي يا وليد على رسائلك الحلوة دي أول بأول. وطارق وفيصل وغيرهم من الرسائل، فبجد شكرا جدا جدا ليكم. فنبدأ بالنهاردة في فيديو خاص بمحمد أمير أو محمود أمير، سوري آسف، اللي هو كان عايزني إن أنا أعمل موانا مع أبولو. أوكي، وكان ضايف عليهم شخصية أخيرة، أنا فاكر إنه كان قايل لي شخصية البنت اللي هي بتعمل سايلنس. اوكي انا فاكر، فخلينا نجرب كده ونشوف مع نيكرو اريوش. هنعمل كده ميكس حلو بس مبني على شوانا و ابولو. اوكي، فممكن نيجي هنا مثلا نقول له شوانا فين هنا. اوكي شوانا نحطها كده ونحط معاها ابولو. ابولو ممتاز جدا جدا جدا، من الوحوش او من الهيروز الفظاع حرفيا. ونحطه معاه بتاعت السايلنس اللي هي كان اسمها ايه اهي. اوكي روستر هنا نحطها هنا. المايتي بتاعتنا تقريبا 18380، اقل ب 1000 ونص تقريبا او 2000 بالظبط او 2000 وي كمان، بس مش مهم المايتي، متركزه على المايت ده بصراحه، لان مش شرط ان المايت بتاعك عالي جدا فاللي هو انت خلاص هتكسب الجيم. لا على فكره مش شرط ومش فارقه معانا. هنا في ساوند لين هنا ممكن نعملها. واو 104 اتاك، حلو جدا جدا. فيلا بينا نبدا كده. شاموانا اللي هو كان عايزها محمود مع ابولو، يعني الاثنين مش نفس الفئه يعني. ده اسمه ده اوردر. اوكي ودي تشاوز. اوكي وهنا اوردر برضو. فخلينا كده نتابع ونشوف كده كام جيم مع بعضينا. اوكي يلا بينا، بسم الله. نبدأ بمين؟ نبدأ ب سايلنس. اوكي لان اتوقع ان هو هينزل بدومينوس. ضحك عليا وما نزلش بدومينوس، بس مش مهم. اوكي اوكي يلا بينا. واو 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 واو. اوكي ايزي 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 ايزي. ممكن نعمل دي سايلنس عشان دي تقتلني. اوكي هيعمل لي سايلنس كالعادة، مش أي مشكلة عندي. شامو انا مشكلتها هنا مع المورجس ان في تلات دروع هيحصلوا دلوقتي، فالتلات دروع هم دول اللي هيعملوا لك مشكلة. حلو قوي، ممتاز. هو ده في ماشيين وحش. اوكي ممكن ننزل بقى دروعنا. اوكي ننزل بويزن بويزن بويزن. اوكي ماشي ممتاز. اعتقد ان الفرصة ما بتكونش حلوة قوي انك ممكن ننزل بابولو. الفرصة ما بتكونش حلوة قوي. هو وانا تقريبا الدروع كلها وقعت، مش مشكلة. اوكي مش مشكلة. واو
واو واو واو اوكي 297 قهرين نزل بقهرين بس انا هنزله بمانا هنا تديله واحدة حلوة. الله 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 حلو عايش عايش. انا متدمر في الجيم ده متدمر جدا انا في الجيم ده متدمر جدا بس ان شاء الله نكسب ان شاء الله ان شاء الله خلاص. وانا لغايه دلوقتي انقذتنا او ما زالت بتنقذنا لان خلاص الدروع بتاعتي كلها راحت في داهيه اساسا. ف الله حلو ممتاز. لو كسبنا الجيم ده يبقى بجد بجد حاجه جامده جدا. لو كسبنا الجيم ده تيرن 10 وما زلنا شغالين مش مشكله. واو اه كده كده كان هيموت. واو اتنين موانا. واو انها حرب الموانا. اوكي اتنين موانا معانا. اوكي معانا شيلد واحد لموانا مفيش مشكلة عندي. ننزل بأبولو ممكن ننزل بأبولو مفيش مشكلة سهلة مفيش مشكلة. الله حلو مش كويس إلى حد ما كويس يعني هو فين كويس. أنا مستخدمش السايلنس بتاعي عشان أقدر أعمل للزفت ده سايلنس لأن السايلنس هنا. شكرا 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 مش مهم. طيب 191 269 ما زلنا مع قهرين. عندي موانا تالتة. واو بس مش هينفع ننزلها للأسف بس ممكن ننزل هنا ب البنوتة. اوكي حلو الله تن 14 الجيم ده جامد حرفيا الجيم ده جامد جدا. نزلنا باتنين موانا وفرتكنا الارينا على الاخر. يلا ندخل على الجيم اللي بعده. اوكي يلا بينا ننزل ضد اليابانيه دي معرفش اسمها ايه كالعاده. ممكن نبدا بموانا عشان خاطرك يا عم محمود مش هكسر لك كلمه وربنا ما هكسر لك كلمه. اوكي هنزل لي الدومينوز. موانا اكبر مانع للدومينوز بس مش مهم. اوكي ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ واو 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 خلاص انسى. طيب اوكي عندي هنا ده وعندي ده ممكن ننزل. اوكي نعمل ميوت نعمل دامج شويه يعني الوضع مش تحت السيطره خلاص. ممتاز فاضلنا الارينا الحمد لله 100 100. وانا معانا واو الاتاك بتاعه جامد. اوكي شون بس على نفسه على نفسه على نفسه ممتاز. هيموت لي كام هيرو دلوقتي؟ المفروض انه يموت لي كام هيرو دلوقتي بس اوكي شكرا شكرا باي 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 باي. معرفش يصد الهجمات وخلصنا ده وندخل على الجيم اللي بعده. اوكي يلا بينا نبدا اول حاجه بنيكرو. انا بحب نيكرو جدا جدا بجد. الهيرو ده انا حرفيا بعشقه ونفسي اطوره لغايه بص ما يوصل لكده للماكسيمم. انا لسه قدامي 3 نجوم في النيكرو فلسه شغال مش هوقفه بصراحه. اوكي يلا بينا نيكرو ابولو. ابولو بيديك طبعا درع لاي حاجه قدامك فبصراحه ابولو حاجه جامده جدا انك ممكن تلعب بيها وتعتمد عليها مع حبيبنا جينيوس. انا بحب جينيوس جدا جدا حرفيا. جينيوس ده بص دمه بص كام يعني لو خدت بالك هو دمه لسه زي ما هو 900 فانسى. ممكن انزل بموانا حبيبتنا. اوكي ممتاز كويس. ابولو مع موانا عاملين شغل جامد. بص كل عارف انت الهيروز بتوعي كلهم شيلد. الهيروز بتوعي كلهم شيلد فما شاء الله بجد حاجه جامده جدا. اوكي ممكن ننزل كده. واو 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 اوكي عايش. شو ابولو برضو ابولو عامل اتاك جامد جدا. بص مخليهم كامل اتاكات 353 383 واو 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 بجد عامل شويه اتاكس رهيبه بس. اوكي ننزل واحد بابولو كمان مش مهم. واو حلو قوي. الله موانا 600 انت موانا 600 واو يا نهار ابيض. انت متخيل الرقم؟ متخيل الرقم؟ متخيل الرقم؟ احيي على الاتاكس كلها. ابولو عامل شغل في الدنيا زينه معاهم. اوكي يلا بينا التاني او تالت او رابع ايا كان. اوكي دي الرخمه انا بسميها اليابانيه الرخمه حرفيا. اليابانيه الرخمه يعني حطها كده بين قوسين اليابانيه الرخمه. ان شاء الله يتقطع عليها ما تقطعش عليها اول مره بس. اوكي شو اوكي 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 كان المفروض ننزل بنكرو بس ما نزلناش بنكرو. شو
لا يوجد عندي اي مشكلة. واو فضينا الارينا، حلو قوي نيكرو، فضلنا الارينا. اوكي ننزل بابولو كالعادة اللي هيظبطنا دلوقتي، هيدينا شوية اتاكات حلوة بقى ويدينا شوية شيلد. يعني بص بيديك شيلد الله يرحمك يا ابولو، معلش ما حدش نفر كتير لي، حسدته، انا حسدت الهيرو بتاعي فما حدش يتكلم معايا، حسدت الهيرو يعني الحمد لله. اوكي نور عم محمود انا مش هنتكلم على اي هيرو تاني عشان ما يتحسدش. اوكي يلا باي 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 باي. اسمه سيربيوس، سيربيوس. يلا بينا ندخل على الجيم اللي بعده. اوكي يلا بينا ندخل مع اوجريك هنا، ننزل بنيكرو كالعاده عشان يفضي الارينا من الحاجات الرخمه اللي في النص دي. اوكي فضل الارينا. اوكي خش على بعده مين. اوكي مفيش مشكله، عايش عايش عايش، حلو 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 حلو. ترن تلاتة هيعمل لنا سايلنس كالعادة يعني، فممكن ننزل بقى هنا بالدمجة بتاعتنا، حلو قوي. يلا اعمل لي سايلنس، مش مشكلة مش مشكلة، عادي جدا. اوه بص بص بص، كام وصلت كام؟ 1000 حي. واو واو جدا يعني، ده ايه ده؟ فظيع جدا. لو ما ماتش دلوقتي انا هروح في 60 ده، لو ما ماتش كنت هروح في 60 ده حرفيا يعني، بس الحمد لله مت. اوكي ننزل بالشيلد بتاعتنا لان انا كده خلاص يعني. اوكي اوكي ابولو مازال بيعلي جامد، ابولو بيعلي جامد جدا، بيديك 8 خلاص هو انسحب. ابولو لا فظيع، عارفين الهيرو ده انت لازم تهتم بيه جدا. ابولو وتينياس الاثنين دول لو لعبوا مع بعض انا ان شاء الله هنزل لهم فيديو، الفيديو الجاي او اللي بعده هنزل لهم الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض عاملين تشكيله جامده جدا. جينس بيديك هيلث جامد جدا للورد بتاعك او للهيروز بتوعك، وابولو بيديك شيلد وكمان اتاك، ف واو يعني الاثنين مع بعض ثنائي جامد جدا. يلا بينا ندخل على الجيم اللي بعده. اوكي يلا بينا نبدا جيم تاني ونحط موانا حبيبتنا بالشكل ده. بكره اول لما الشيلد يكون قبليها، يعني بحب الشيلد يكون بعديها مش قبليها، انا ما بحبش الحركه دي جدا جدا حرفيا بجد. اوكي اوكي موانا كالعاده، واستر بقالنا كتير قوي ما لعبناش بيها. ممتاز. اوكي انا محتاج سايلنس، كنت لسه هقول لك انا محتاج سايلنس، جاي لي السايلنس فكويس قوي. هو هيعمل سايلنس طبعا كده، احنا اتنين سايلنس بسايلنس، فا اوكي مش مشكله. هاي سايلنس برضه تاني، وانا موانا هنا ما ماتوش كلهم، مش مهم. اوكي اوكي مفيش مشكلة، حلو فضيت لي الارينا نوعا ما، ممكن احط بقى كده واحط لك ده، حلو قوي فضينا الارينا بتاعته هو فكده. اوكي 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 اوكي، ممكن احط ابولو. الموضوع يزداد خطورة، انه يزداد خطورة، لكن فوزنا فوزنا. واو بحب الدروع قوي، الدروع جدا، الله عليا اقسم بالله الله عليا. اوكي انزل الهيلز حبيبي، الله عليك، باي 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 باي. اوكي يلا بينا ندخل على الجيم اللي بعده. اوكي يلا بينا، بسم الله موجز دي موجز. اوكي نزل لي اول حاجه بسكراب، ماشي يا عم سكراب. اوكي ننزل له بالبنوته بتاعتنا اللي بتعمل سايلنس للميل. اوكي هو ليه حط اتنين ورا بعض كده؟ مش عارف بصراحه، مش فاهم، لا لسه افهم هذه الحته يعني. اوكي مش مهم. اوكي طيب ماشي هنا ممتاز. اوكي هيعمل لي هنا، هيفيد كل اللي عندي، خليه كده كده. انا ازيدك بقى، واوه حلو قوي الضربه دي، ضربه جامده جدا، انها ضربة قوية جدا. اوكي ايه رايك؟ خد العينة بقى يا ابن الرزينة يا رخم، خش الارينا. طيب حط احنا الارينا لان احنا كده هنموت صح ولا ايه؟ اه هنموت فنفضل الارينا، يعني يفضل ان احنا نفضل الارينا. اوكي حلو قوي حلو قوي، ربنا يستر بقى الضربه دي، ينموت ينموت. اوكي ابولو تاني، اديني ابولو تاني، الله حلو عاش كسبنا. لسه 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 الهجمه المرتده، لسه الهجمه المرتده لسه. ننزل بقى هنا ويلا بينا، باي 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 باي.
كسبني. اوكي الجيم ده جامد، الجيم ده جامد برضه. يلا ندخل على الجيم اللي بعده. اوكي يلا بينا. بسم الله ننزل ب ننزل بالبانوته. نروح نجيب لنا ليدز فيرست. ليدز فيرست. اوكي اوكي واو. ليدز فيرست هيموت مننا ولا ايه؟ اوكي بس لا 24 128 هلو. اوكي بعشق تفضيلة الارينا دي، بالنسبه لي بحس ان هي راحه نفسيه كده، اللي هو خد نفسك يا من. اوكي بنوته دي بنوته. معلش معلش معلش. واه اوكي طيب كنا نعمل سايلنس كده. ايه هيعمل سايلنس غشيم صراحه، يعني انا ما عنديش هيرو جامده قوي انك تعمل لي سايلنس. طب مش محتاج انك تعمل لي سايلنس، انك بتعرض نفسك للمساءله القانونيه. اوكي ماتوا كلهم، باي باي. ها لي 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 اوكي الاتاك بتاعه 108، فما اعتقدش ان انا ممكن انزل دي. كان زي كده لسه فاضي نص ساعة للآخرين ان شاء الله. ادعي لي ان انا الحمد لله قتلته. كنت هقول لك ادعي لي ان انا اقتله، بس الحمد لله قتلته قتلته قتلته. اوكي ممتاز، انا فاضل لي شيلد واحده بس، لو راحت مني ربنا يستر. اوكي مش مشكله، ننزل بالبنوته بتاعتنا اللي هتفضل لنا الارينا. اوكي 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 حلو كده، وضعتي كويسين وضعتي كويسين. ركز ركز ركز. واو اوكي مفيش مشكله، ننزل بابولو. اوكي 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 ممتاز، لغدتي كويس لغدتي كويس. واو يو ايها الضربه ايها الضربه ايها الضربه بجد. بس اوكي ان شاء الله كده انا ما عنديش شيلز، فهعتمد على اتنين موانا. عندي اتنين موانا ان شاء الله نعتمد عليهم وان شاء الله تكسبنا ان شاء الله ان شاء الله. 64 64 64 ان شاء الله نكسب ان شاء الله نكسب ان شاء الله نكسب ان شاء الله نكسب ان شاء الله نكسب. معانا اتنين موانا. ايه لا طيب كده ماشي ان شاء الله نكسب في دي. 22 22 22 يا رب لا يا رب لا. اوكي ممكن اعمل ده سايلنس. اوكي واو كسبنا. الجيم ده جامد، الجيم ده برضه الجيمات النهارده في الماتش في الفيديو بتاع النهارده الجيمات لا لازم تتفرج عليه للاخر، بجد جامده جدا. ويلا بينا ندخل على اخر جيم ان شاء الله في الفيديو. بينا مورجس ضد مورجس. اوكي انها منافسه قويه جدا، ما زعلنا عن نفسك. اوكي ننزل له سايلنس، يمكن تعمل لها سايلنس يمكن. لا لا واصل. واو الموضوع بقى صعب، فهضطر ان انا سايلنس. البنوته قولي ليه؟ لا لبومه، لان بومه هتكسر لي الدنيا بتاعتها، فهيبقى شكلي بقى وحش قوي اللي هو ايه بقى. انت فاهم انت ايه؟ لا اوكي ننزل ب ما ماتوش. طيب واو اوكي اعتقد الموضوع بقى صعب، الموضوع بقى صعب. قول قول الموضوع صعب. اوكي الموضوع صعب جدا حرفيا، الموضوع صعب صعب. لا 800 وهو وانا 42، بتكلم في رقم قياسي صعب بصراحة. تقدر؟ ما اعتقدش، انا 12، انا اصلا عارف انت لو نفخ فيا كنت لسه بقول لك لو نفخ فيا انا هموت اساسا. بس خلينا نلعب الجيم اللي بعده لغايه ما نكسب. يلا بينا يا عم سيلفر نبدا بيك بايه؟ نبدا بالبنوته. خير البدايه بصراحه، الا هي لو ماتت اوكي ممكن نعمل لك سايلنس عشان ترخم عليا كتير وتفرهدني كتير. وكالعادة نفسي اجيب دومينز ده واقعد اتنفخ فيه اساسا. خلينا ايه اوكي ممكن تصمد موانا ضد اريوش، لسه بقول ممكن تصمد ما صمتش. يعني لسه كانت الكلمة على لساني، يعني لسه بقول مفيش. طيب اوكي اوكي كده هيموت اساسا كده خلاص بقى، خلاص هيموت هيموت. اوكي ماتش. طيب اوكي حبيبي
هو انا كان نفسي انزل بمبوان ده بس مش هينفع. حلو يعني كويس. اوكي انزل بسكراب، ما عندهاش بسكراب مش مشكلة. طيب ننزل بهذا رين. حلو 58. حلو هينسحب، ما انسحبش مهم مش مشكلة ان شاء الله عنه ما انسحب. انزل بقى بول. اوكي حلو قوي، عيش عيش عيش. باي باي سيرفر وكده، يبقى باي باي الفيديو بتاعنا النهارده، واهلا بيكم في فيديوهات رمضان ان شاء الله. اول اسبوع هننزل فيديوهات كتير جدا ان شاء الله بالشرح بتاعنا كده وبنفس الطريقه دي. فبجد بجد شكرا على تعليقاتكم، شكرا على رسائلكم، دايما اول باول بتوصل كده بجد بتحفزني كده وبتفرحني. فانا خلاص فاضل لنا تقريبا، فاضل لنا حاجات بسيطه يعني 7000 و7000 200، فاضل لنا 200 بوينت تقريبا ونوصل لليك 8. دي حاجه حلوه جدا بجد يعني، ف ان شاء الله نوصل لها على خير يعني. اشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. اخوكم مؤمن، مع السلامة.